مركب كان ولوغو مغعبو نيويورك ABL ايا ماانتا دخول نمدي سو غاري دا كده مغالا دا بربرا كده مركب وكسو شرعدي دا كده جدا يدلك سعود عربية مركب كان وكمي دا مراكب تاو قودا دير اي كونتنارا دا حباري وكلا قوشا غاردها ادونك ايا دير كيسو غاريا الى سدح بغول يسديد يلاباتن متر وحانو كمي دي هاي مراكب تاو قوا وين اي غارا دا كده عالم كاستمر كان غادا بدا عدها اي كونتنار دا كالدوان وحاني نقول اسا مركب وقو الرئيسي مركب باحدا لك اما عبر كان يسو غارو دا كده عصوب اسما اللانتاني انت لرسي مركب كان ايه عبياري هان غارا يلا سدح بغول يصدن متر وحانو سيدا الى كون كونتنار way leeyeen ganacsada Soomaaliland isla markaana ay ka wakiiltay shirkada CMS CGM waxaanu kamid yahay maraakiibta waaweyn ee la saadaalinayay ee dhismaha cusub ee dekedda Berbera kadib mas'uuliyiinta gobolka iyo maamulka dekedda Berbera iyo sidoo kale madaxda shirkada DB World ayaa dekedda magaalada Berbera ku soo dhaweeyay markabkaasi markii uu soo gaaray waxaanay ka warameen qiimaha dekedda Berbera ay leedahay iyo waliba sida ay ugu soo hirinayaan maraakiibta caalamka u kala goosha ee badacadaha qaada ugu horeyn mariyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa ka warramay dekedda Berbera iyo horumarka ay sameysay sanadadii u dambeeyay iyo waliba sida ay ula jaanqaadayso dekedaha dhigeeda iyo maraakiibta waaweyn ee ku soo xiranaysa oo tilmaamay inuu markabkani hor dhac u yahay maraakiib waaweyn oo dekedda Berbera ay ma doonto bilaha fudud ee nagu soo haya Soomaaliland Port Authority DB World Jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin taariikhi ah markabkii ugu weynaa ee abid ku soo xidhay dekedda Berbera وكان كسو حدي مانتا إلهي با مهدلة وصدح بغول يسديد إلى عطان متر إن شاء الله إن بدن بان كشغين إن إنا هاوشن هرقشو تعب بدن دبدي ما دام يكوغن عن مراكيب تواوينا إسبدل كان كسو ميني دكدا إنا يكسو حدان ساي مادر شيب كوي مادان مركب كا انتال لأيك وحو قادة يطبن كون أو كونتينر إمك استيد كوني يدور بغلبة سارا ومالين تاريخيا هرومارك قرن كان كسعودا وحنو مهد علنا يا دمان عدك استوكا قيب قادتي وقوه الرئي مدحوينا جمهوريد سومال لان مدانا موسى بيح عبدي وحن رجلينا إنو كان كحيقانا كستي وينان دونا إن شاء الله مالين بمالين تكدم بيست سومال لان واحد ديگي سا ريكورد عصب إن بدن مر هديد دكدي الله دسي تعب بدن بانو قلنا أنا مركب كيو جوه هنا يمادو ما أدر شيب كها إن بدن بان هذا الهينشري إلى هبا ما هذلا قدومي على ركض جناسي جاي قبل كساحل عثمان حاشي يوسف ويسوقنا هالكاسي كهلاي أياس وين أسود ويجي مركب كاسي دكدي بربرة أو كل صاحب المركب كيو جوه هنا وقد أرك إنسان قداش هذا وكم وغضه قبل كاسول ليجي هاي كنت هذا وسأنا إيجاريان طبعاً كون أو كونتينر والبتن كي سنا طبعاً كون يس هذا كون أطن وياهي كونتينر هذا صار الناس تدي تكون أيهين يوح كبدن سجال بقول أو كم دنا هالكن دي دوانا وحنو آد يا آد أم هذين إنا شركة دا كانت هي سيم إيه أيام جدا لا ما هاد قارسي إنا وعكروم هاد آد يا آد وين بشو شو دي شركة دا دي بيقول يمامل كده كده بربرة إن سيدا أيوش غيان إن دكدة يهور مركها يوضان يه هوشة كجب حد مراكب تعين كاسي هنا ينوي مادان خورش يو يسوقون كسر عليه شركة عالمي جاه دي بي وول يا وحى وحسي الشركة هان أي شرف طهين ما أنت مجال ده بربرا وكسر حلو مركب كان أو كم ده مراكب توا وين عالم كأكل الجوشة وحنا وحسي الشركة هان أمر والبكود ده اللي عند كده بربرا ينلا كان قادو ده كده عالم كاسلا مركاسنا اللي جود دارو سيدي أوي من الحين مراكب تواوين بدأ عدها قادة تأسود كده بربرو سهلسة إن أي كم من قطود كده هو عمران إكويا لا بريج أفريقيا دي بورهانا نجوا حنا كده داري نمر والب إن أنا كشقة إنه هو مركا يكور قادستها أدي جدة كده بربري وليه بس دي عروض يار الحين جوبها كل دواني أي كسو حرنا يعني مراكبها عالمي جاه ما يركو حجين كمجال ده بربرا نور عبد الشامع يسدو كلا قدوميها جوبل كساح الكتر أحمد محمد حاشي أول واحد مسؤول بيجون هالكاسي كهالي ayaa wax lagu farxay ku tilmaamay horumarka ay dekedda Berbera ay sameeyeen waliba maraakiibta waaweyn ee soo gaaraya ay imaadeen maraakiibti ugu waaweynayd adduunka gaar ahaan hadda markabkii ugu weynaa uu naga soo gaaray taas oo ganacsigi iyo materialki wadankeena looga baahnaa u sido aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka dekedda isku dhan haday tahay DB World iyo haday tahay maareeyaha guud ee dekedda Soomaaliland runtii waa wax qabad ballaaran oo qarankeena u soo hoyday dhamaanteen waxa la inaga doonayaa in aynu inaguna halka wada shaqeynta iyo wax wada qabsiga qaranka meel uga soo wada istaagno waxaan u mahadcelinaynaa
madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka dekedda Berbera oo runtii dadaal badan ka garay sidii ay ugu soo xidhan lahaayeen maraakiibta ugu waaweyn caalamka. Maanta farxad weyn bay noo tahay inuu markab ah 388 mitir uu ku soo xidho. Dhammaanteenba farxad bay noo tahay, waxay taas inoo sheegaysaa oo inoo saamaxday nabadgelyada aynu haysanno maamulka fiican ee ka jira dekedeenna. Intaasaa inoo saamaxday runtii waxa weeyaan wax aad u qiimo badan oo lagu farxo. Shirkadda dekedda Berbera maamusha ee DP World ayaa gabagabadii waxay abaalmarino iyo shahaadooyin ay ku maamustay maryaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdillaahi iyo sidoo kale maamulaha shirkadda ka wakiilka markabkaasi ee CMACGM Khadar Xasan Nuur iyo kabtanka markabkaasi dekedda magaalada Berbera ku soo xiray. waxaanay sheegeen in tallaabadan ay tahay mid dhinaca horumarka ay dekedda Berbera ay u qaaday. markabkan ayaa ka hor intii aanu soo gaarin dekedda magaalada Berbera waxa uu ka soo dhaqaaqay dekedda Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya, isagoo sida badacda kala duwan ee ay ganacsatada waddanku leedahay. waxaa lagu wadaa in daqiiqadaha soo socda si toos ah loo bilaabo iyo saacadaha soo socda ay dhammaan doonaan rogista kontaynarrada markabku uu xambaarsan yahay. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.